بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طلابي طالباتي، لك الحمد يا الله، بدأنا في تصوير أول حصة من مادتنا، مادة المكثف. مادة المكثف يعني رح تكون عدد حصص قليلة، عملنا لك تنظيم وترتيب لهاي المادة بأقل عدد حصص بإذن الله، بحيث أنك تدخل قاعة الامتحان تكون مرتاح وأمورك تمام تمام في مادة الأحياء. طبعا طريقة عرض المادة رح تكون شرح للمادة، بس هذا الشرح يعني خلينا نحكي بعد ما معتصم يخلص بدك تعيده تركز عليه، شغلات رح يركز عليها معتصم أثناء الشرح بدك تحفظها، وبعد جزئية هالشرح حاط لك مثلا على كل جزئية شرحتها 10 أسئلة 5 أسئلة حسب موضوع الدرس، فبتكون هيك أمورك تمام التمام بإذن واحد أحد. وأشهد الله على كلامي أني تعبت على المكثف لحد ما أنه يصل قدر الإمكان إلى مخ الطالب بكل يسر وسهولة. المكثف أقل عدد حصص بشرح مادة باستعراض لأسئلة، انت هاي الاسئله راح تشوف معتصم كيف حلها، بعد ما تخلص الحصه تراجع بترد تعمل على اعاده حلها باذن الله تعالى. نتكل على الله وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلكم توجيهي وعارفين مادتنا، اول ما بدا في مادتنا كان تجربه اللي هي الكشف عن الكربون في المركبات العضويه. فانت كطالب بدك تكون عارف انه حتى نكشف عن الكربون في المركب العضوي، ركز، قلنا كربون، بدي اجي امسك هاي المادة العضوية واعمل لها تسخين مع مادة. هاي المادة مين هي؟ اللي هي اكسيد النحاس. فانت مادة عضوية، اكسيد النحاس، عملية تسخين. وبالتسخين شو رح يصير؟ رح يتأكسد الكربون إن وجد، يتأكسد يعني رح يتفاعل مع الأكسجين اللي موجود في أكسيد النحاس، ورح يصل لمحلول الجير. محلول الجير شو رح يصير فيه له؟ رح يصير فيه له تكدر وتعكر. فأنت كطالب مادة عضوية، أكسيد نحاس، تسخين، لما سخناهم راح يعطيني ثاني أكسيد الكربون، يصل لمحلول الجير. شو راح يساوي لمحلول الجير؟ تكدر وتعكر. طب لو كان عندي مادة وهي المادة قلنا غير عضوية، ما فيش فيها كربون، إذا لن يحدث لا تكدر ولا تعكر. سؤال، كيف يحضر محلول الجير؟ محلول الجير يحضر بأن نجيب مادة اسمها هيدروكسيد الكالسيوم ونعمل إلها إذابة حتى الإشباع. بمين؟ بالماء المقطر. فأنا رح يصير عندي تحضير محلول الجير بإذابة هيدروكسيد الكالسيوم مع الماء المقطر حتى الإشباع، حتى الإشباع. هذا كمقدمة. في عندي الآن المعلومة الثانية اللي بدي إياها، إنه الكائنات الحية أجسامها تحتوي على ذرات عناصر. من هي ذرات العناصر هاي اللي بتحتويها؟ بدي أجي على أهم عنصر من هاي العناصر، الكربون. هذا الكربون مين صاحبه اللي ما له غنى عنه؟ اللي هو الهيدروجين. ومين صاحب الهيدروجين؟ رح نحكي الأكسجين. وشو بدي أجي أساوي الآن؟ كربون، هيدروجين، أكسجين، عندي ذرات عناصر أخرى منها النيتروجين، وعندي الكالسيوم، وعندي الفوسفور. فحتى أنت ما تنساهم، شو جينا حكينا عنهم؟ هاي ذرات العناصر المهمة اللي هي الكربون، وعندي الأكسجين، وعندي الهيدروجين. وشو عملنا لهم؟ عملنا لهم إننا نسفناهم. كربون، هيدروجين، أكسجين، شو عملت لهم؟ نسفناهم. ولما نسفتهم حتى تعرف شو اللي بدي إياه، اطلع معي، فتحت هاللوح، ذرات العناصر اللي هي الكربون، وعندي الهيدروجين، وعندي الأكسجين، شو عملت لهم؟ نسفتهم. أنا عندي هذا النون اللي هو عبارة عن النيتروجين، وعندي
السين هي عبارة عن الكالسيوم، وعندي الفاء اللي هو عبارة عن إيش؟ الفوسفور. فأنت حفظتهم، هاي ذرات العناصر المهمة. قال لي الآن هاي ذرات العناصر منها بدي أنتقل لمين؟ للمركبات العضوية. شو تعريف المركبات العضوية؟ قال لي هي مركبات كيميائية توجد في أجسام الكائنات الحية بصورة أساسية. أنت لحالك عارف اللي بصورة أساسية، قلنا أهم واحد قبل شوي الكربون، ومين الثاني صاحب الكربون الماء اللي غنى عنه؟ الهيدروجين. فهذول العناصر الاثنين اللي بيكون موجودات في المركبات العضوية بصورة أساسية، اللي هي كربون والهيدروجين، واللي بصورة أقل راح يكون عندي اللي فيها الجين. اللي فيها الجين شو هي اللي فيها الجين؟ أنا لما جيت اتناقشت معك قبل شوية، خلصنا وأخذنا الكربون، خلصنا وأخذنا الهيدروجين، مين اللي ظل فيه جين من العناصر الأربعة؟ اللي ظل فيه جين اللي هو عندي الأكسجين نهايته جين، وعندي النيتروجين في بنهايته جين. فهي العناصر اللي بتكون موجودة بصورة خلينا نحكي ثانوية. عندي أسئلة حتى نختبر حالنا. أنت كطالب لو تيجي تطلع هون الإجابات موجودة، أوكي؟ طبعاً الإجابات موجودة، حتى أتناقش معك أنا ما بدي منك إجابة، الإجابة موجودة، بس أنا رح أبعث لك بدون إجابات، فأنت بترد تعيد المادة. وشو بتعمل بعد ما تعيد المادة؟ بتعمل على حل الأسئلة، والإجابة ما رح تكون موجودة عندك في البوكس اللي هون، أوكي؟ طيب، ففي السؤال الأول بيحكي لي يمكن الكشف عن وجود الكربون في المركبات العضوية عن طريق عملية التسخين مع مادة اسمها أكسيد النحاس، ورح يتأكسد الكربون، أوكي، إنه وجد ويتفاعل مع الأكسجين الموجود في النحاس ويعطيني ثاني أكسيد الكربون. فأنت كطالب لازم تكون حافظ اللي إحنا حكيناه فوق، أكسيد النحاس تسخينها مع أكسيد النحاس، أكسيد النحاس، فرح تكون عندي الإجابة يا ألف يا رح تكون الإجابة با. طيب إذ يختزل ولا الأكسد رح تصير للكربون؟ لا رح يتأكسد، فرح تكون عندنا الإجابة با زي ما هي موجودة. طيب كيفية تحضير محلول أو ماء الجير؟ اتفقنا قبل شوية، قلنا بدي أجي أجيب هيدروكسيد الكالسيوم مع ماء مقطر ذوبان حتى الإشباع. فقال لي يحضر محلول جير اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم بإذابة هيدروكسيد الكالسيوم، أوكي؟ أذوبه في مين يا شباب؟ أذوبه مع مين؟ مع الماء المقطر، قال لي حتى الإشباع، أوكي؟ وبعدين أصفيه. طب ليش أصفيه؟ حتى ما أسمح بوجود أي مادة ما ذابت تكون موجودة في المحلول، أوكي؟ مع الماء دال، ما انتبهت لكلمة مقطر، أنا بدي ماء مقطر، فالإجابة رح تكون عندي جي. رقم ثلاث، قال لي جميع الآتية ينتج مع تسخينها مع أكسيد النحاس مادة تسبب العكورة اللي هي التكدر والتعكر. طيب أنا جبت أكسيد النحاس وشو قاعد بقول لك؟ عملت لهاي المادة تسخين مع أكسيد النحاس وصار عندي تكدر وتعكر. شو هي هاي المادة؟ هاي المادة يجب أن يحتوي قوامها تركيبها الكيميائي على الكربون. فلما أجي على الإجابة ألف أنا في عندي كربون، فالألف صحيحة. أنا بقول لي جميع الآتي ينتج من تسخينها، هاي رح ينتج من تسخينها. لما أجي على المركب الثاني برضو في كربون، لما أجي على الثالث عندي في كربون، لكن لما أجي على دال أنا ما عندي وجود للكربون، فلأنه الكربون مش موجود فإذا الإجابة اللي رح نعتمدها رح تكون عندي دال زي ما هي موجودة في الخيارات. طبعا هذا السؤال وزارة للعلم، يمكن طالب يجي يحكي هذا سؤال وزارة، يعني الطلاب بتخاف عادة من أسئلة الوزارة، هذا من الأسئلة البسيطة اللي لو أجتك رح تجاوبها بكل سهولة. قال لي الرابطة التي تربط ذرات الكربون ببعضها البعض رح تكون رابطة شمالها تساهمي. أنا بحكي عن ذرات الكربون فرح تكون الرابطة شمالها تساهمي. هاي مقدمة بسيطة. رح نيجي الآن على مين يا شباب؟ على الكربوهيدرات. ولما أجي أحكي كلمة كربوهيدرات زي ما هو موجود عند كون العنوان الرئيسي، إحنا كلياتنا بنعرف هاي الكربوهيدرات عبارة عن سكريات أحادية ثنائية
وعندي المتعددة. فرح نبدأ إن شاء الله بالسكريات الأحادية. إذا متذكرين إحنا لما نحكي كلمة كربوهيدرات أخذنا مثال أو نعطيك مثال عليها، قطعة الخبز. هاي قطعة الخبز لما أنا أجي أحطها بفمي شو مالها يا شباب؟ قطعة خبز راح تذوب في اللعاب، واللعاب ماء فبتذوب في الماء بسهولة. وأيضا هذا قطعة الخبز اللي هي عبارة عن الكربوهيدرات شو صار في إلها؟ ذوبان، وتحول طعمها إلى طعم السكر. فهي أهم ميزتين لمين؟ لأي مركب بين قوسين نحكي عنه كربوهيدرات أحادي ثنائي متعدد، بده يذوب في المية بسهولة، وإضافة إلى ذلك بتحول طعمه إلى طعم السكر. قال لي هاي الكربوهيدرات، رح نبدأ أول إيش بالسكريات الأحادية. قال لي هاي السكريات إلها صيغة، وهاي الصيغة اللي موجودة للسكريات اللي هي CH2O والكل N، هاي الصيغة العامة لأي سكر. طب شو رح استفيد منها؟ بكرة لو جاب لك معتصم سؤال، هسا لما أجي أحكي كلمة سكر أحادي، لما نحكي كلمة سكر أحادي، هاي كتبت هون سكر أحادي، وأخذنا مثال عليه اللي هو على فرض C6 وعندي H12 وعندي O6. لو جيت طلبت منك بسط لي اياه قسم على 6، فراح تعطيك الكربون لما اقسم على 6 1، والهيدروجين شو راح تعطيك؟ راح تعطيك 2، ولما اجي على الاكسجين راح تعطيك 1. انا شو اللي عملت؟ انا اللي عملته اني قسمت على 6، فمباشر قسمت هون على 6 وجيت قسمت هون على 6 وجيت قسمت هون على 6، فشو اعطتني؟ اعطتني 1 2 ل 1. فهذا اللي كتبته. هسا اجى معتصم فتح على الصفحه اللي كان يشرح عليها نفس اللي كان مكتوب قبل شوي، مكتوب هاي هون، هذا نفسه اللي مكتوب، بس شو اللي ناقص؟ اللي ناقص الان. فلما اجي على هون شو حط لي معتصم؟ حط لي هون باي ان. اوكي، هسا بديش احط انا الباي ان، بدي اياك تكون عارف انه نسبه الكربون دائما للاكسجين متشابهه 1 ل 1، ونسبه الكربون لا الهيدروجين راح تكون الكربون نص الهيدروجين، او انك تيجي تعكس وتحكي انه الهيدروجين راح يكون ضعف ايش؟ الكربون، ويكون ضعف الاكسجين، يعني راح تكون النسبه 2 ل 1، وراح تعطينا هون 2 ل 1. هسه هاي الصيغه اللي هي العامه اللي احنا استنتجناها، قلنا هون باي ان، باي ان، وان شو تساوي؟ تساوي عدد ذرات الكربون. هسا الشكل اللي موجود في الصفحة الثانية يختلف عن هذا الشكل، كاتب لك إياه اللي هو الصيغة العامة اللي هو CH2O الكل N. فلو كان عندي عدد ذرات الكربون، لنفرض كان عندي عدد ذرات الكربون 3، فرح أحكي 3 الكربون 1 C3، لو جيت ضربتها في الهيدروجين راح تعطيني H6، ولو ضربتها في الأكسجين راح تعطيني O3. أوكي، فشو ما كان المركب معطيك إياه عدد ذرات كربون أضرب، ما عندي أي مشكلة. ودائما في السكريات الأحادية اتفقنا أنه الكربون للأكسجين نسبة 1 ل 1، الهيدروجين ضعف الكربون وراح يكون ضعف مين؟ الأكسجين. انتهينا. قال لي الآن السكريات الأحادية اللي أنا مطلوب مني أنا كطالب إني أعرفها، أجي أحط لي عليها هون ألف، قال لي جلوكوز، وقال لي عندي الفركتوز، وحكى لي الجلاكتوز، هاي هي السكريات الأحادية. معتصم فتح اللوح وبدي أتناقش معك يا رب، وبدي أتناقش معك. قبل شوي حكى معتصم السكريات اللي هي الجلوكوز وعندي الجلاكتوز وعندي فركتوز وعندي رايبوز. الجلوكوز سكر C6، وعندي هون H12 وعندي O6، وعندي هون C6 وعندي H12 وعندي O6،
وعندي هون C6 وعندي H12 وعندي O6 وعندي هون C5 H10 وعندي O5 حطيتهم في مفتاح. هذا المفتاح اللي هو كلمة غلوك يا غالي فكروك رايب. طب شو رح استفيد من هاي المعلومة؟ هس لما جينا على الغلوك اللي هي الجلوكوز وعندي الغالي اللي هي الجلاكتوز، فكروك اللي هي الفركتوز، ورايب اللي هي الرايبوز. غلوك يا غالي فكروك رايب. طيب اوكي شو رح استفيد منها؟ اللي بدي اياك تستفيدوا منها انه انا كل سكر من هذول السكريات، اول اشي انه هذا سكر سداسي الحلقات، وهذا سكر برضه سداسي الحلقات، هذا سكر خماسي الحلقات، اوكي، وعندي هذا سكر شماله خماسي الحلقات. تم يا جماعة الخير؟ أصابعك الأربعة غلوق غالي فكروك رايب، سداسي الكربون سداسي الكربون سداسي الكربون، الرايبوس خماسي الكربون، حافظهم. سداسي الحلقات سداسي الحلقات خماسي الحلقات خماسي الحلقات، فبدك تحفظهم وأنا حفظتك إياهم. بكرة يمكن أجي أجيب لك سؤال، أي من السكريات الأحادية سكر خماسي الكربون وسداسي الحلقات؟ فلأنك أنت حافظهم غلوك غالي فكروك رايب سداسي 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 الكربون خماسي الكربون سداسي الحلقات سداسي الحلقات خماسي الحلقات، فأنا سألتك على الخماسي الحلقات، فأنت بدك تكون عارف كل سكر من كم ذرة كربون وكيف شكله راح يكون. يمكن طالب يجي يحكي لي الرايبوز مش موجود عندنا، لا هو موجود بس مش موجود في هذا الدرس، هذا الرايبوز موجود في درس الحموض النووية. هذا وين موجود؟ موجود وين؟ في الحموض النووية. تم يا جماعة الخير؟ فإحنا رح نأخذه ورح يكون الرايبوز إما منقوص الأكسجين أو غير منقوص. هسا لو كان غير منقوص الأكسجين هاي صيغته، لكن لو كان منقوص الأكسجين منقوص بدها تصير بدل ما هي O5 بدها تصير O4، بدل ما هي O5 رح تصير O4. تم؟ في برضه هون يمكن طالب يجي يقول لي طب أنت صار لك ساعة قاعد تحكي المركبات العضوية شو هي؟ هذا الحكي أنت بتعرفه، وإذا متذكرين جيت حطيت لك إياها بكلمة، هاي الكلمة اللي هي كلمة حبلك. أنا عندي هون حاب لك، فإحنا اللي قاعدين ندرسه الآن اللي هو الكربوهيدرات أخذنا منها حرف الكاف، وعندي البروتينات حرف الباء، واللام لبيدات، وعندي الحاء اللي هي الحموض النووية، فعندي كلمة حبلك، هاي هي المركبات، فأنا اللي قاعد أدرسه اللي هو الكربوهيدرات، أوكي؟ ورح ندرس البقية بإذن الله وبشكل متتابع. رح أجيب لك بكرة يمكن رسمة في الامتحان ويقول لك مين منهم جلوكوز جلاكتوز إلى آخره، فالمطلوب عملية تمييز وليس عملية الرسم، المطلوب عملية التمييز وليست عملية الرسم. نيجي الآن بدنا ناخذ الشكل شماله الحلقي. هسا أنا أي سكر له شكلين، إما رح يكون شكل حلقي والشكل الثاني رح يكون السلسلة شمالها المفتوحة الغير متفرعة. هذا شكل حلقي، هذا شكل حلقي، وهذا شكل حلقي. الآن كل شكل حلقي جنبه شكل هذا السلسلة المفتوحة شمالها اللي راح تكون غير متفرعة. طيب كيف بدي أميز بين الجلوكوز والجلاكتوز؟ لو تيجي تطلع عملية التمييز بدها تكون من ذرة الكربون رقم 4، طلع لي هون هذا الحكي بين الجلوكوز والجلاكتوز. لو تيجي على ذرة الكربون رقم 4 هون راح تلقى الـ OH وين موجودة؟ للأسفل. ولو تيجي على ذرة الكربون رقم 4 في الجلاكتوز راح تكون الموجودة وين؟ للأعلى. فأنت كطالب عملية التمييز راح تكون من ذرة الكربون رقم 4، جلو لو 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 للأسفل، راح تكون وين موجودة؟ للأسفل، جلو للأسفل. فلهذا السبب هو جلوكوز،
فباجي بطلع عيني على مين؟ على أربعة. شفت الـ OH لتحت؟ جلوكوز. إجلا لا 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 جلا. فمباشرة الـ OH وين راح تكون موجودة؟ للأعلى. فأنا مباشرة عندي أشكال سداسية مش قادر أميز. ذرة الكربون رقم أربعة، إذا كان الـ OH للأسفل جلوكوز، إذا كان الـ OH للأعلى بدي يكون شماله جلاكتوز. طيب نيجي الآن، اللهم صل على سيدنا محمد، على السكر اللي انت مستحيل تخربط فيه، اللي هو سكر الفركتوز اللي بيكون مكون من شكل خماس الحلقات، فما راح تخربط فيه. ما عندي شكل خماس الحلقات غير الفركتوز في درس السكريات. الرايبوز هذا اشي اخر، لما نصل ان شاء الله للحموض النووي راح نحكي عنه باذن واحد احد، لكن انا عندي هون الفركتوز شماله خماس الحلقات. طيب وهذا الحكي كتبت لك اياه، هاي ذرة الكربون 4 OH لليمين، الجلاكتوز راح تكون لليسار. نيجي الآن على مين؟ على الفركتوز. ما فيش عملية تمييز لأنه واضح خماسي. طب هسا في شكل السلسلة المفتوحة الغير متفرعة، برضو ذرة الكربون رقم 4 اللي أصلا هو نظلل لك إياه، هو ظلل لك إياه مش أنا، كتابك يعني لو تروح تفتح كتابك راح تلقى كتابك عن ذرة الكربون رقم 4 عامل لك تظليل، عن ذرة الكربون رقم 4 عامل لك تظليل. فشو قاعد بقول لك؟ قاعد بقول لك والله أنا عن ذرة الكربون رقم 4 لما أجي أشوف إنه الـ OH وين موجودة؟ موجودة إلى اليمين، يمين أوكي؟ فرح تكون جلوكوز. ولما تكون موجودة الـ OH إلى اليسار رح تكون جلاكتوز. أستاذ نعيد اللي حكينا، جلوكوز في الشكل الحلقي جلو لو 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 بالانجليزي اسفل، في الاو اتش اسفل، جلا لا لا اعلى اعلى، فراح تكون جلاكتوز. طيب نيجي على شكل السلسله، والله موجود يمين يمين اوكي، راح يكون جلوكوز. عندي جلاكتوز وين راح يكون؟ راح يكون موجود وين؟ يسار. طيب بس اطلع معي هون، كتب معتصم يسار وكتب هون معتصم يمين، اوكي موجود الى اليمين. طب كيف انت بدك تيجي تميز؟ الالف اللي موجوده هون اقلا اوكي، فهي وين بدها تكون موجوده؟ يسار. فاهمين علي؟ لكن لما اجي على اليمين اعتقد الامور واضحه، ما عندي اي شيء بيشبهها في الجلاكتوز، فانا اليسار او الشمال حرف الالف الالف، فهي بدها تكون موجوده جهه ايش؟ اليسار. وهذا الحكي حكي لك اياه برضه اثناء الشرح وين؟ في الجدول. يا رب. هذا اهم ما يميز ايش؟ السكريات الاحاديه. ما اهم ما يميزها؟ الصيغه العامه، وهي من المواد الكارهة ولا المحبة؟ لا محبة لأنها بتذوب، وصيغتها CH2O الكل N، فالإجابة شو راح تكون؟ راح تكون عندنا الإجابة جيم زي ما هي مكتوبة. أي المركبات لا يعتبر سكر أحادي؟ إحنا قلنا السكريات الأحادية لازم لها صيغة، هاي الصيغة اللي هي CH2O الكل N. قسم لي هون على 6 نسبة 1 ل 2 ل 1، قسم لي هون على 6 ما أعطتني نسبة 1 ل 2 ل 1 لأنها ما أعطتني تكملش، خلص الإجابة شو رح تعطيني هون؟ جيم، فهي الإجابة جيم. تعال قسم لهون على 7 رح تعطيني نسبة 1 2 ل 1، هون قسم برضو رح تعطيني نسبة 1 ل 2 ل 1. تم يا جماعة الخير؟ تم. أما بالنسبة أي من المركبات لا يعتبر، هذا السؤال مكرر نأسف، أي من السكريات التالية لا يعتبر سكر أحادي؟ نفس السؤال اللي فوق، هذا شو ماله؟ مكرر. طبعا السكريات الأحادية قلت لك هي بس مجرد تعرف أسمائهم، تعرف أشكالهم من السداسي الكربون من الخماسي الكربون، وتتمييز بين الجلوكوز والجلاكتوز، جلوكوز يمين يسار بالنسبة للشكل السلسلة، الـ OH للأسفل للأعلى. أما بالنسبة للفركتوز مستحيل أخربط فيهم، ليش؟ لأنه خماسي. وبرضه لو تيجي تطلع لي هون، شوف الشكل هون، هون الشكل، شوف الشكل هون، في تشابه بين الجلوكوز والجلاكتوز، لكن لما اجي على الفركتوز راح يكون الشكل شمال يا استاذي،
مختلف، فمستحيل أخربط فيما بينهم بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للسكريات الثنائية، هون الزاكي هاي السكريات الثنائية حطيت لك هون مستطيل. أول شغلة في السكريات الثنائية عبارة عن سكر أحادي مع سكر أحادي. لو بدي أجي أسألك على الصيغة الجزيئية مباشرة، ثنائي يعني اثنين سكر أحادي، فعندي مثلا سي اللي مطلوب منه السكريات السداسية، فأجا معتصم كتب لي هون C6H12 وعندي O6 وأجي أضربها بإيش؟ باثنين، وأجي أنقص H2O، فشو رح تعطيني؟ فرح تعطيني في هاي الحالة اللي هو السكر الثنائي اللي رح يكون C12 وعندي H22 وعندي O11. طبق، امسك سكر أحادي اجمع مع سكر أو اضربه باثنين واطرح منه واحد مية. طب ليش طرحت منه واحد مية؟ طرحت واحد ماء لأنه أي سكر أحادي حتى يرتبط مع سكر أحادي لازم يكون في ما بينهم رابطة، وهاي الرابطة شو اسمها؟ رابطة جلايكوسيدية، وهاي الرابطة الجلايكوسيدية تنتج من نزع الماء، وهاي الرابطة الجلايكوسيدية تنتج من نزع الماء. مطلوب منك تعرف من وين صار النزع؟ مطلوب في مين؟ في السكر الثنائي اللي هو المالتوز. فأنا أول سكر قاعد أدرسه اللي هو سكر الشعير اللي هو سكر المالتوز. هذا سكر الشعير أنت مطلوب منك أنك تكون عارف، لأنه هو قال لك على الرسم، قال لك تعال على ذرة الكربون رقم 4 طلع لي منها واسحب لي منها هيدروجين، وذرة الكربون رقم 1 خذ لي منها إيش يا شباب؟ خذ لي منها الهيدروكسيل اللي هي الأو أتش. فلما اجي اجمعهم مع بعضهم البعض اجمع لي اياهم يا استاذ راح تعطيك اللي هو ال H2O. فاعطتني ال H2O وبالتالي تكونت عندي الرابطه الجلايكوسيديه. فلو تيجي تطلع انا اجيت اخذت من هون الهيدروجين وجيت اخذت من هون الهيدروكسيل، نزعت ماء، ولما نزعت ماء هاي الاكسجين اللي ظلت هيها اوكي ارتبطت مع السكر، مع السكر بذرات الكربون. أنا هون ذرة كربون وعندي هون ذرة كربون. فأنت كطالب بدك تكون عارف أنه ما يربط سكر أحادي بسكر أحادي رابطة، وهاي الرابطة شو اسمها؟ جلايكو سيدية. وهاي الرابطة الجلايكوسيدية كيف تكونت؟ تكونت من نزع جزيء ماء اللي هو الـ H2O. وهي الرابطة الجلايكوسيدية كيف رح يكون شكلها؟ رح يكون شكلها دائما رح يكون لازم في المنتصف أكسجين لازم، وعندي على الأطراف كربون، وعندي على الطرف اللي موجود هون برضو شو رح يطلع كربون. فهذا اللي باللون الأحمر هو شكل الرابطة الجلايكوسيدية، أنا عندي كربون أكسجين كربون. طيب هاي السكريات الثنائية مطلوب منك تحفظها، وحتى تحفظها شوف كيف أنا بدي إياك تحفظها، حطيت لك هذا الجدول اللي موجود هون. هسا جيت على السكريات الثنائية شو كتبت عندها؟ كتبت ما لك هون، ما لك هس، هاي الما التوز واللا توز والسين السكروز. فتطلع لي هون مالتوز ولاكتوز والسكروز. ومطلوب منك كل سكر ثنائي تكون عارف انه لازم يدخل في بنائه ويدخل في تركيبه، لازم اي سكر ثنائي شوفي عندي جلوكوز جلوكوز جلوكوز. طيب مين هو السكر الثاني اللي راح يكون داخل في بنائها وتركيبها؟ حتى ما تنسى ركز معي، ما لك هوس مالتوز لاكتوز سكروز،
كل واحد فيه جلوكوز جلوكوز وجلوكوز كل واحد فيهم. طب شو السكر الثاني اللي موجود اللي بيرتبط معاه برابطة جلايكوسيدية؟ المالتوز. ابدأ في السكريات الأحادية اللي أنا حفظتك إياها. شو حفظتك؟ غلوك غالي فكروك، غلوك غالي فكروك. فالمالتوز جلوكوز مرتبط مع جلوكوز، وعندي اللاكتوز جلوكوز مرتبط مع جلاكتوز، وعندي السكروز بيكون جلوكوز مرتبط مع مين؟ مع فركتوز. تم؟ نعيد. السكريات الثنائية شو هي؟ هاي السكريات الثنائية ما لك هوس، مالتوز لاكتوز سكروز، ولها اسم عام حطيناهم بكلمة. شو هي هاي الكلمة؟ كلمة شحم. فمعتصم أجا هون على الشعير أخذ حرف الشين، وعلى الحليب أخذت حرف الحاء، وعلى المائدة أخذت حرف الميم وأعطتني شحم. فنفس الشيء رد معتصم كتب شين وكتب حرف الحاء وكتب حرف الميم. شو هي السكريات الثنائية؟ ما لك هس شين حاء ميم، شعير حليب مائدة، وكل سكر ثنائي قلنا لازم يكون فيه جلوكوز. والسكر الثاني الذكر الأحادية غلوك غالي فكروك، جلوكوز غلاكتوز فركتوز. وما ننسى أنه أي سكر ثنائي يملك الصيغة الجزيئية اللي هي C12H22 وعندي O11. هذا لازم تحفظه، لازم تحفظه. الرابطة الجلايكوسيدية هسا في السكر، أي سكر يا شباب؟ في سكر اللاكتوز اللي هو سكر الحليب، شكلها يختلف. كيف يختلف؟ هون جاي على شكل V مرجحة، هون جاي على شكل حرف الN. أوكي؟ جاي على شكل حرف الN. أنا ما بيهمني الشكل، أنا بيهمني إنه أكسجين موجودة في المنتصف، وعندي هون كربونة، وعندي هون كربونة، وعندي هون كربونة. فهيها أكسجين كربون كربون، ونفس الشيء عندي أكسجين كربون كربون، وهاي رابطة شمالها جلايكوسيدية. تم يا جماعة الخير؟ تم. الفركتوز هيو، وبدك تكون عارف الفركتوز عملية العد رح تكون من وين يا شباب؟ بشكل معاكس. يعني لو أجي أرجع قبل صفحتين، صفحة قصدي، رح تلقى حاط لك كل ذرة كربون من وين بدك تبدأ العد. فأنا لما أجيت على سكر الجلوكوز حط لك واحد، هيو زي ما هم بيّن، هي اثنين ثلاث، هي أربعة، هي خمسة، هي ست. الجلاكتوز في الشكل الحلقي نفس الشيء، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. لكن لما جيت على الفركتوز الرسم عكسه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي خمسة وهاي السادسة. أوكي؟ فبدك تنتبه كيفية العد. نجاوب الأسئلة. ما السكر الأحادي الذي يشير إليه؟ هسا قبل ما نفكر في السكر الأحادي، هذا سكر ثنائي وفي ما بينهم رابطة جلايكوسيدية، وإحنا قلنا كل سكر لازم يكون فيه جلوكوز. ولو تيجي تطلع لي هون هاي ذرة الكربون رقم أربعة، فهذا بالنسبة لي هو عبارة عن جلوكوز، وهذا لأنه سكر خماسي فبدي يكون فركتوز. طب كيف عرفت أنه سكر خماسي؟ من شكله. وعندي هاي الأكسجين، وعندي هاي الرابطة شمالها الجلايكوسيدين. فبقول لي ما السكر الأحادي الذي يشير إليه؟ ألف فركتوز. فالإجابة رح تكون عندي يا ألف يا راح تكون دال، فهو سكر الفركتوز. أوكي خلصنا منها. قال لي وما نوع الرابطة التي يشير إليها سين؟ نوع الرابطة التي يشير إليها سين، قال لي هل هي تساهمية جلايكوسيدية؟ تساهمية جلايكوسيدية برضو هون صح، وهون شو أعطاني؟ برضو صح. طيب قال لي شو اسم السكر الثنائي اللي راح يتكون؟ أكيد اللي راح يتكون اللي هو سكر السكروز، لأنه يدخل في بنائه مين؟ الفركتوز. فرح تكون عندي الإجابة اللي هي شمالها، رح تكون عندي الإجابة ألف. الرابطة بين السكريات الثنائية تساهمية أسترية ببتدية لا جلايكوسيدية، فالإجابة جملة تكملش وتنتج عن طريق نزع الماء. لو تيجي تتطلع، قلت لك قبل شوية أنا الرابطة الجلايكوسيدية مطلوب أني أعرف كيف تكونت في سكر المالتوز. آه مطلوب. ليش؟ لأنه هو أصلاً شرح لي إياها في الرسم.
فلو تيجي ترجع على الرسم هيني شرحت لك اياه هون، لازم دائما شوف على فرض انه هذا سكر احادي وهذا سكر احادي. هسا سكر الاحادي هي ذره الكربون رقم 4 وهي ذره الكربون رقم 1، فانا هاي 4 وهي ذره الكربون رقم 1. الاربعه اخذت منها هيدروجين لانه عدد كبير اخذت حرف، وعندي واحد لانه رقم صغير، واحد مقارن في 4 رقم صغير اخذت منه الاو اتش. فانت دائما ذره الكربون رقم 4 شو باجي باخذ منها؟ انا بدي على الرسم الموجود عندنا، بدي الرسم اللي عندنا، ما راح اسالك الا على اللي عندنا. فدائما ذره الكربون رقم 4 شو راح يعطيني؟ ذكرني، قلنا 4 هيدروجين واحد هيدروكسيل. فمباشرة على السؤال اللي موجود عندك هون قال لي نزع الـ OH من ذرة الكربون رقم 4. عالسريع لغيت الإجابة هون. طب ليش؟ قلت لك لأنه رقم 4 بدي أجي أخذ منها صغير، والصغير اللي هو الهيدروجين. نزع الـ OH من ذرة الكربون رقم 1 فيه احتمالية تكون صحيحة، نزع الـ OH من ذرة الكربون رقم 4 هاي استحالة تكون صحيحة، نزع الـ OH من ذرة الكربون رقم 1 برضو هاي صحيحة. طيب والأتش من مين؟ من ذرة الكربون رقم 4 في الجلوكوز. وهون راح تعطيني احنا عند با، والأتش من ذرة الكربون رقم 4، والأتش من ذرة الكربون رقم 4 صح، بس شو قال لي؟ قال لي جلاكتوز. فلهذا السبب راح تكون عندي الإجابة إيش يا شباب؟ راح تكون الإجابة با. فأنا لو تيجي تتطلع على الأسئلة اللي تناقشت فيها معك شو قلت لك؟ قلت لك أستاذ الصح يا راح تطلع عندي با أو دال، لكن طلعت الأصح اللي هي با، لأنه أنا وحدة السكر الثانية حاط لي إياها هون. شو هي يا شباب؟ أنا بسألك على المالتوز، المالتوز يساوي 2 جلوكوز، المالتوز يساوي 2 جلوكوز، فمباشرة راح تكون الإجابة با. هسا هذا الشيء بدي يوديني لشغلة بدي إياك تكون عارفها، هاي الشغلة اللي بدي إياك تكون عارفها هيها مين هي؟ هسا السكريات الثنائية اللي هي مالتوز عندي، مالتوز وعندي لاكتوز وعندي سكروز. هذا من ايش تكون؟ تكون من 2 جلوكوز، هذا تكون من ايش؟ من 1 جلوكوز، وعندي ارتبط مع مين؟ برابطة جلايكوسيدية، اوكي، 1 جلاكتوز. وعندي السكروز يتكون من 1 جلوكوز مع مين؟ مع 1 فركتوز. طب مثلا لو اجى لك معتصم قال لك عندي 10 مالتوز، كم جلوكوز؟ طيب ما هو الواحد مالتوز شو يساوي؟ يساوي 2 جلوكوز. طب انا اعطيتك ايش؟ 10، فالعشرة مالتوز شو تساوي؟ اللي هي 2 ضرب 10 وتساوي ايش؟ 20. طب اجى معتصم سالك، لا اجى سالك ايش؟ طيب اوكي اوكي نفس السؤال، وجيت قلت لك اكتبها ملاحظة عندك انه دائما في السكريات الثنائية، في السكريات الثنائية شو اللي بدي اياه؟ عدد الروابط الجلايكوسيدية يساوي عدد السكر الثنائي. يعني لنفرض جيت قلت لك عندي 20 مالتوز كم رابطة؟ 20. عندي 35 مالتوز كم رابطة؟ 35. عندي 13 لاكتوز، فإذا بده يعطيني 13 رابطة جلايكوسيدية. فهاي الملاحظة اكتبها عندك اوكي حتى ما تخربط بينها وبين السكريات المتعددة. طب اجا معتصم قال لك لا، اجا قال لك عندك لاكتوز، وقال لك على فرض اللاكتوز عندي 17، قال لك هذا اللاكتوز بدي اجي اعرف من ايش مكون سكر وكم عدد الروابط.
طب انت اصلا كطالب عارف انه كل واحد لاكتوز، واحد لاكتوز اللي هو سكر ثنائي مكون من مين؟ مكون من واحد جلوكوز ومرتبط مع مين؟ جلاكتوز. هاي قاعدة. شو هي هاي القاعدة؟ اللي هي انه الواحد لاكتوز حتى يتكون بده واحد جلوكوز بده واحد جلاكتوز. طيب اجى لك معصم قال لك لا انا عندي هون 17 لاكتوز. اوكي؟ من ايش راح يكون مكون؟ راح يكون مكون من 17 جلوكوز و17 جلاكتوز. ولو جيت سالتك ما عدد الروابط الجلايكوسيديه؟ تساوي عدد السكريات الثنائيه، فعدد الروابط راح يعطيني 17. اجى سالني هون بدي الصيغة الجزيئية لسكر المالتوز، وإحنا اتفقنا أنه هو عبارة عن سكر ثنائي، والسكر الثنائي عبارة عن سكر أحادي أضربه باثنين وأنقص H2O ولازم تكون حافظها، فرح تعطيني الإجابة اللي هي C12H22O11، فرح تعطيني بقى عدد الروابط التي تربط 20 وحدة لاكتوز. قلت لك أكتبها ملاحظة، عدد الروابط في السكر الثنائي يساوي عدد السكر الثنائي، وقبل شوي كتبتها، فرح تعطيني 20 سكر ثنائي وليس متعد. نيجي على السؤال الأخير في السكريات الثنائية. قال لي عندي عدد وحدات السكر الأحادية ونوعها المكونة لسكر اللاكتوز. هسا حلينا لاكتوز، قلنا اللاكتوز الواحد من إيش مكون؟ يساوي واحد جلوكوز مرتبط مع مين؟ مع واحد جلاكتوز. طب هو شو قال لك؟ قال لك 20، فال 20 لاكتوز شو تساوي؟ 20 جلوكوز مع 20 جلاكتوز، وبيناتهم ايش يا شباب؟ وبيناتهم رابطه شو مالها؟ جلايكوسيديه. آسف هون هذا الحكي لازم أسويه هون، أوكي؟ وبيناتهم رابطة جلايكوسيدية، هون مرتبطات بواسطة رابطة جلايكوسيدية. فالواحد أعطاني رابطة، العشرين كم رابطة؟ بده يعطيني 20 رابطة. وبدي عدد السكر فراح يعطيني 20 جلوكوز و20 جلاكتوز و20 رابطة، فدور لي على العشرين فراح تعطيني 20 بعشرين، هاي هالإجابة، راح تعطيني 1000. السكريات المتعددة، السكريات المتعددة عبارة عن أميلوز وأميلوبكتين، وعبارة عن سيلولوز وإضافة إلى الجلايكوجين. وبرضو للطلاب اللي درستهم جيت حطيتها في مفتاح. هسا احنا السكريات الأحادية غلو غالي فكر وكرايب، والثنائية مالكوس، والمتعددة اللي هي شغل أمي شو ماله قتلني. ليش حطت حرف الكاف؟ هسا بقولك ليش حطت حرف الكاف حتى ما تعلقوش علي. يمكن طالب يجي يقول لي طب ليش ما حطت حرف القاف حطت حرف الكاف. هسا لما جيت على الشين اللي هو عبارة عن إيش؟ النشا. وجيت على الغين اللي هو عبارة عن إيش؟ جلايكوجين. فأنا قاعد بحكي الآن على السكريات المتعددة أساس، وعند السيلولوز حرف اللام اللي موجود، فكلمة شغل منها عرفت شو هي السكريات المتعددة. طيب لما جيت على كلمة أمي، مين هي أمي؟ اللي هي هاي أميلوز، أمي أميلوز، وأميلوبكتين نفس الأميلوز بس محك الإيش حرف الكاف، فاللي هي أميلوبكتين. فلما أقول لك سكريات متعددة شغل أمي كتلني، طيب تم. قال لي النشا مكون من
اللي قلت لك عليه الأميلوز والأميلوبكتين. عندي واحد منهم غير متفرع والثاني متفرع في بعض المواقع. هذا عملية التمييز، هي غير متفرع وهذا متفرع في بعض المواقع. وقال لي كمان انه مجموع الاميلوز والاميلوبكتين راح يكون 100، اميلوز زاد اميلوبكتين 100، وهاي ال100 وين راح تكون يا شباب؟ مجموعهم. ودائما نسبة الاميلوز اعلى من الاميلوبكتين، فمباشرة كاتب لك اياها هون، هي يتكون النشا 20-30% اميلوز، وعندي 70-80% اللي هي مين؟ الاميلوبكتين. فمجموع الاميلوز زاد الاميلوبكتين دائما 100، ودائما الاميلوز بنسبة قليلة والاميلوبكتين شماله بنسبة كبيرة. النشا موجود في النباتات، الجلايكوجين في الحيوانات، وراح يكون بالنسبة للتفرع راح يكون التفرع كثير، هان في تفرع وهان في عندي تفرع وعندي هان تفرع وهان. الفكرة انه قارن انه هون قليل وهون كثير التفرع. وعندي اخر سكر متعدد شماله يا شباب يا صبايا، قال لي هذا السكر اللي هو السيلولوز وبيحتوي على اكثر من سلسلة سكر متعدد. انا عندي هون ثلاث، هسا بشكل افق بيكون بيرتبطوا مع بعضهم البعض بواسطة رابطة جلايكوسيدية، وبشكل عمودي في عندي رابطة هيدروجينية. وبدك تكون عارف قلنا النشا وين؟ في النبات، الجلايكوجين في الحيوان زي ما قال لي هون في الأكباد، والسيلولوز في النبات في الجذور الخلوية وبتعطيها القوة والمرونة. طيب نيجي على السؤال الآن، قال لي سكر متعدد أميلوز يحتوي على 25 جلوكوز عدد الروابط الجلايكوسيدية. قبل ما أبدأ بالشرح، هسا أنا لو جيت قلت لك هذا سكر، أوكي هذا سكر وهذا سكر هذا سكر هذا سكر وهذا سكر، وعندي بعدين أنا بالي آسف هون هاي رابطة 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 رابطة، فدائما عدد الروابط أقل من السكر بواحد. فمباشرة شو رح أجي أحكي يا أستاذ؟ السكر خمسة لو تعد لي إياهم، هاي واحد هاي اثنين ثلاث أربعة خمسة، عدد الروابط قديش؟ عدد الروابط أربعة، خلصنا. فدائما معطيك إياها في السؤال، عدد الروابط تساوي عدد السكر ناقص واحد، فهو قال لك 25 نقص لي من واحد فأعطتني الإجابة إيش؟ 24. قال لي عدد وحدات السكر السداسية وعدد جزيئات الماء المنزوعة لسكر صيغته. طيب في عندي أكثر من طريقة، ومستحيل اسمع مستحيل أجي أقول لك كم عدد السكر من هيدروجين أو أجيب لك كم عدد السكر من الأكسجين لأنه ما لهم قوانين، لكن بالنسبة للكربون بقدر نسبة وتناسب. ليش نسبة وتناسب؟ لأنه أنت عارف كل سكر سداسي بيحتوي على 6 كربون C6H12O6. احنا الان المتعدد كوناه من سداسي فبيحتوي على كم كربونه؟ 6. فالان نسبه تناسب سكر يساوي 6 كربون، هذا السكر الواحد. طب انا شو قاعد بقول لك في السؤال قبل شوي؟ عندي 30 ذرة كربون، بدي اجي اعرف قديش عدد السكر، شو بدك تيجي تحكي؟ 30 تقسيم 6 وتساوي ايش يا شباب؟ راح تعطيني 5. اوكي؟ راح تعطيني 5. لو سالني عدد الروابط راح تكون ايش يا شباب؟ راح تكون 4. وين المشكلة؟ فبدي الان عدد السكر، هيو جيت حطيت 30 قسمتها على 6 فأعطتني 5، والروابط أقل من السكر بواحد فرح تعطيني الإجابة اللي هي 5 و4، رح تعطيني الإجابة شمالها 5 و4. طيب الآن
قلت لك ما راح أسألك لا على الهيدروجين ولا على الأكسجين، أنا كل أسئلتي راح تكون لمين؟ راح تكون على الكربون. طب لما أجي الآن على الصيغة الجزيئية لسكر متعدد مكون من 15 جلوكوز، هذا 15 جلوكوز، فمباشرة باجي بحكي أكثر من طريقة للحل، ما لنا لا هيك بنساوي وإغلاق. راح أجي أحكي C6 وعندي H12O6 وأجي أضربه في 15، فلما ضربته في 15 أعطاني C90 وأعطاني H180 وأعطاني الO مباشرة اللي هي 90. وإحنا كل سكر مرتبط مع سكر برابطة هيدروجينية، رابطة جلايكوسيدية، عفوا رابطة جلايكوسيدية نجت من نزع ماء، فباجي بحكي هون نزع ماء، نزع 14 جزيء ماء، فرح أجي أحكي H2O وأضربها في 14، فرح أجي أحكي الهيدروجين راح تعطيني 28 وراح تعطيني الأكسجين 14. فأجيت هون شو بدي أجي أساوي؟ أنقص 28 وأنقص من هون 14، فراح تعطيني السي 90 وراح تعطيني هون الهيدروجين 152 وراح تعطيني أو 76. طب أنت قلت لي أستاذ في أكثر من طريقة صح؟ في أكثر من طريقة. طب شو رأيكم نظلنا على هاي الطريقة؟ بتعرفوا ليش؟ ما بدناش نزيد، خلص خلينا على هاي الطريقة. السكر أضربه في عدده وأنزع ناقص واحد، فلازم تطلع معك هاي الإجابة. وين هالإجابة؟ نشوف طالعة معانا. والله طالعة اللي هي الإجابة جيم. طب أستاذ لا بالله عليك تعطينا الطريقة الثانية. طيب أستاذ الطريقة الثانية شوف شو بدك تساوي. كتبت الكربون وكتبت الهيدروجين وكتبت الأكسجين، أنا شو معطيك كم جلوكوز؟ 15. تعلي هون حط لي 15 العدد اللي أعطيتك إياه، أكتب لي وحط لي هون جنبه 2 دائما، ومباشر لما تيجي على الأكسجين قسم على 2، فشو رح تعطيك؟ 76. وهاي اضربها في العدد فرح تعطيك 90. ما فهمتش احنا لم نفهمك. على فرض قال لك معتصم سكر متعدد بدي الصيغة الجزيئية له، ومكون من هذا السكر من 20 وحدة سكر شمالها احادي، كربون هيدروجين اكسجين. تعالي على الهيدروجين حط لي 20، قلت لك دائما زيد 2، بعد ما زدت 2 قسم هذا العدد على 2، لما جيت قسمت شو أعطاني؟ أعطاني 101. أوكي؟ تعالي هون العدد 20 أضربه في 6، فشو رح تعطيك؟ رح تعطيك إيش؟ 120. فدائما بزيد 2 على الهيدروجين وبقسم بتعطيك الأكسجين في السكر المتعدد، والكربون بضربه في عدد وحدات السكر شو ما كان سكر متعدد، بس يكون بشرط مكون من 6 كربونات. هذا السؤال قال لي عندي 31 مالتوز. طبعا هذا السؤال الأصل ما يكون موجود هون، لازم يكون موجود في السكريات الثنائية. عندي مالتوز، هاي مالتوز، وهذا المالتوز من إيش مكون؟ واحد جلوكوز ومرتبط مع مين؟ مع واحد جلوكوز. يعني بين قوسين بدل ما أكتب واحد واحد خلص 2 جلوكوز. وقال لي سكروز سبعتاش، فرح تعطيني واحد جلوكوز مرتبط مع مين؟ مع واحد فركتوز، وعندي كمان لاكتوز. هذا انت لازم حافظه وانا حفظتك اياه. ما لاكوس جلوكوز 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 جلاكتوز فركتوز. هسا اللاكتوز بده يكون من واحد جلوكوز زائد واحد ايش يا شباب؟ جلاكتوز.
فشو رح تعطيني الآن؟ شو قاعد أقول لك؟ قاعد أقول لك يا أستاذ بدي عدد وحدات وأنواع السكر. طيب أنا معطيك هون العدد 17 صح؟ لا 31 آسف. أعطتني هون 31 وأعطتني سكروز 17 وأعطتني 27. طيب الواحد المالتوز بيساوي 2 جلوكوز، طب 31 مالتوز بضربها في 2 فراح تعطيني 62 جلوكوز. والله ما عملت أي شيء. اللي باللون الأحمر المالتوز بتكون من 2 جلوكوز. طب ال 31 مالتوز 31 ضرب 2 فأعطتني 62. طيب ال 1 سكروز مكون من 1 جلوكوز و 1 فركتوز، طب ال 17 شو راح تعطيني؟ راح تعطيني 17 اللي هي جلوكوز اوكي زائد 17 فركتوز. وعندي نفس الشيء 27 لاكتوز راح تعطيني 27 جلوكوز زائد 1 جلاكتوز يعني 17 27 هون 27 جلاكتوز. اجمع لي اياهم. فلما اجي اجمع هذول لانه كلهم جلوكوز 7 و7 14 و2 18 1 7 7 14 فعندي هون 1 6 7 8 9 10 فأعطتني 108 جلوكوز وأعطتني 17 فركتوز و27 جلاكتوز. فراح تعطيني دور لي على 108 يا كبير، دور لي على 108 دور لي. ولا أنا غلطان؟ معناته أنا غلطان. استنى شوية 27 27 طيب عادي لازم ألقى، لازم زي الله واحد شو ألقى؟ ألقى مش 106 108. أنا اللي غلطان في الجمع. هيها هون هيها هون. هذا الحلو في أسئلة الضع دائرة، إذا أنت غلطت يعني إجابتك موجودة دور عليها، ما لقيتها بدك تغير حلك. أنا لما أجيت 7 7 14 و2 16 6 7 8 19 فأعطتني 106 جلوكوز، فأجيت على ال 106 جلوكوز دورت هون، هيها موجودة هون، هان مش موجودة لغيتها، 106 موجودة هون خليتها، وهان 106 موجودة، بس بدي 106 جلوكوز فهي شطبتها. وبدي قديش؟ 17 فركتوز، وين ال 17 فركتوز؟ هيها و27 فطلعت عندي الإجابة بإذن الله دال. أوكي؟ تمام يا جماعة الخير؟ يلا